بعد مسيرة تكللت بالجهد والتعب، أقامت مدارس حضرموت العالمية في مدينة المكلا حفلا فنيا وتكريمي للطلاب الأوائل وخريجي الامتحانات الدولية البريطانية IGCSE للعام المنصرم. شرفت اليوم بحضور الحفل السنوي لمدارس حضرموت العالمية. هذا الحفل لخريجي 2023-2024 يدل على شيء، انه يدل على اهتمام مدارس حضرموت العالمية بتنمية مهارات وقدرات ومعارف ابناء الطلاب. شاكرين جهود مجلس الإدارة مثلا في السيد محسن المحضار وإدارة المدارس المعارف. تحتفي مدارس حضرموت العالمية اليوم بحفل تخرج طلاب الصف 11 11، وقد حظوا على أفضل الدرجات في التنافس في الاختبار العالمي الذي حصل في جمهورية مصر العربية، واليوم يحتفوا مع آبائهم وأولياء أمورهم بحفل تخرجهم بأفضل الدرجات، وإن شاء الله نراهم في أفضل التخصصات الجامعية محليا وخارجيا وعربيا إن شاء الله. الحفل شهد فقرات شعرية ورقصات شعبية ومشاهد مسرحية قدمها الطلاب الأوائل احتفاء بنيلهم المراتب العليا، وسط حضور الأهالي وتصفيقهم لأبنائهم لمشاركتهم هذه الفرحة. والله نهد الإنجاز للوالد، يعني هو كان مصمم من نجيب الأول، فجبنا الأول عشانه طبعا، يعني تعبنا والحمد لله، أهم شيء إنه فرحان، يعني أهم شيء. أنا متخرج من مدارس حضرموت العالمية كهذا اليوم، وصراحة شعور لا يتصف، ويعني نتمنى لكل الطلاب نفس هذا الشعور، ولكم جزيل الشكر. أجواء جميلة وصفها الحاضرون في الحفل، لكن طبيعة كل حفل ختام، ونهاية الحفل تم تكريم الطلاب بشهائد وجوائز ودروع تقديرية لتستمر مدارس حضرموت العالمية كل عام في تخريج دفعات جديدة للجامعات المحلية والخارجية. مصطفى باحكم لقناة حضرموت المكلا.